أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع الملف الصحي في العراق ومع المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق حول هذا الموضوع، والبداية من محافظة كربلاء، حيث تحدث ناشط من هناك عن ملفات فساد أدوية وتورط بعض الضباط بقضايا فساد من أجل التغطية على تمرير أدوية ومواد منتهية الصلاحية إلى الصيدليات ومراكز التجميل. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. قضية جدا مهمة، وهي دائرة أو منظمة الجريمة المنظمة في مدينة كربلاء. هذول الضباط متورطين بملفات فساد ومتورطين بقضايا لتزوير الأدوية. هنالك صيدلية وسط مدينة كربلاء، كانت هذه الصيدلية تروج للأدوية المنتهية الصلاحية باستيكرات مزورة وبسوء تخزين. بعد الإخبار عن هذه الصيدلية، تم تشكيل فريق من دائرة صحة كربلاء، هنالك بعض الضباط استخدموا لمدينة كربلاء لإكمال هذه الملفات، يعني أحدهم جاء من المحافظات الشمالية والآخر من العاصمة بغداد. بعد الإخفاق والتحقيق هنا في مدينة كربلاء، هنالك صيدليات ومذاخر ومستشفيات ومراكز تجميل تبيع أدوية خارج نطاق وزارة الصحة وغير خاضعة للفحص وغير مرخصة، ويتم لصق هذه المرتقات. الملفت للنظر أن هذه الصيدلية لا زالت تعمل ولم يتم إصدار أي شيء عنها. هنالك من يتحدث يقول اذكر الأسماء، الجهات المختصة، هذه الرسالة نوجهها للأخوة في الأمن الوطني وبعض الشرفاء في الجريمة المنظمة للتحرك. هنالك عشرات مراكز التجميل في كربلاء لا تمتلك إجازات صحية، وهنالك صالونات بعض الضباط متورطين بها. واقع حال اللجان الصحية في محافظة بابل. مقطع متداول يظهر معاناة المراجعين في أحد المراكز الصحية في بابل من أجل الحصول على تقرير اللجان الصحية في ظل سوء التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى عدم توفير أماكن الجلوس المناسبة، علما بأن المراجعين هم من كبار السن والمرضى. هذا ما جاء في مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي، فلنشاهد هذا المقطع. السلام عليكم اخوان، ماكو شيء، بس نقول لكم هاي اللجان الطبيه في بابل. شوف الان الجو الحار، شوف العالم متكدس، تعرف هاي الاجتماعيه، هاي اللجان الطبيه في بابل. يا اخي ما ادري ليش التكدس هذا، عالم هاي هيج، يعني فوق شمال بابل جنوب بابل خليها واحد، اكبر المكان، زيد العدد، يعني الاعداد مهوله اليوم. ويا هاي شوف تشينكو، هاي نبقى مع الملف الصحي ومن ذي قار، حيث انتقد مواطن من هناك تسويف الجهات الحكومية وعدم افتتاحها للمستشفى الحكومي في قضاء الشطرة في ظل حاجة الأهالي الماسة له، حيث يضطرون إلى مراجعة المستشفيات الأهلية والتي تكلفهم مبالغ طائلة. فلنشاهد. ست صالات جوا، صار لكم سنة من كملت، وقبلها سنة تبنون بيها ومتوقفة عليها مشاكل. لا العتبة حلت قضيتها، ولا دار صحة ذي قار، ولا المستشفى. واحد يقول مخالفات بيها، واحد كذا، والناس جاي تروح للمستشفيات الأهلية. البارحة حسب كلام دار صحة ذي قار قالوا 8 أيام نفتحها، ورا 8 أيام استجنونا، تحكمونا، ورا 8 أيام نفتحها. هاي خلينا نسمع مدير الشرطة والمدير المستشفى والقائم مقام ومدير صحة ذي قار. ورا 8 أيام هاي الصالة مال عمليات إذا بقت على وضعيتها والمستشفيات الأهلية مستفادة برأس الفقير، نفتحها حتى لو نتقاضى قانونيا،
ما دامها خدمه للصالح العام وما حد مسوي له حل وظله 6 صالات جوا، عمليات كبرى مال ولاده مال عيون، وظله واحد يقول مخالفه، واحد كرسي، واحد مغسله ماكو، هاي الكلاوات ملينا منها 8 ايام تفتحونها. تفاعل عراقيون كثر على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه المقاطع بشكل خاص وحول الملف الصحي بشكل عام. دعونا نقرأ بعض هذه التعليقات على فيسبوك. يقول أبو مصطفى: مع الأسف إذلال هاي الطبقة، إما فقير أو معاق، مع هذا الروتين القاتل. بس أريد أسأل، هل يقبل المدير أو أي موظف أن يرى أخته أو زوجته وسط هذا الزحام؟ يتساءل أبو مصطفى. أبو أحمد الهلال يقول: هاي اتفاقية على التأخير فتحت صالة العمليات من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، حتى أبو مستشفى الأمل يستفاد. يقول: الله لا يوفقكم. أبو فطومة يقول: والله عندي عملية فتق، راجعت على الدكتور أكرم، قال لي أسويها إليك الشهر الرابع من السنة الجاية بالمستشفى لو تروح للأهلي، والحد الآن ما مسوي العملية. ويقول: الله هو أكبر على كل ظالم. علي نعمة يقول: هم ما يريدون يفتحونها، يقصد على المستشفى، يقول تتضرر فائدتهم بعد ما حد يسوي بالخاص إذا انفتحت. طبعا يشار إلى أنه موقع نبيون أشار إلى أن العراق يحتل المرتبة الثالثة كأسوأ بلد في العالم في القطاع وتقديم الخدمات الصحية. نذهب إلى المقاطع المتداولة على السوشيال ميديا حول ملف الخدمات في العراق، ونبدأ من محافظة النجف، حيث تحدث ناشط عن إهمال بلدية النجف لمتنزه الصباح في حي الميلاد، والذي يفتقر للعناية والنظافة والسقي المنظم كما قال. فلنتابع. السلام عليكم أستاذ وقاص. ما تشوف لنا موضوع شنو هاي المنتزه البركن مال الميلاد؟ صار فترة انتركز، صار هذا السياج عالنص وعافه والباقي استعناب، حتى هذا المشغل مال الماء عافه. شوف هاي، شوف هذا الجهة شارع كربلاء كمله، وهاي الجهة بصوب المنطقة انتركت. وشوفوا الأزبال، وهاي العالم يطبولها يومية بالليل هنا، بالليل ما نعرف ما شنو ماشينة تجي بيها الماء. وشوف قسم من الثيلة قام تيبة يعني انتركت. في ذي قار انتقد ناشط عراقي سوء تنفيذ المشاريع الخدمية في الناصرية، وتحديدا في جسر الزيتون، حيث يعاني المشروع كما قال من الإهمال والتسويف في أعماله بحسب حديث الناشط. فلنتابع. رسالة إلى صندوق أعمار ذي قار وإلى الأمين العام لصندوق أعمار ذي قار حديد الرسيل، رئيس الوزراء بنفس الوقت كان توجيهات رئيس الوزراء كانت انه العمل بنظام النشر جسر الزيتون، يعني ما اعرف انا كان جسمي انه المشاريع المشاريع المتنكره دائما نسبيها، هسه مشاريع صندوق اعمال ذكار احنا بجسر الزيتون، هسه جسر الزيتون صار لنا متوقف شهرين بعد مطالبات فريق المتابعه الشعبيه والاعلاميين، صار ضغط الجماعه هنا تسوق مطالعين 8 عمال فقط، طالبته بسرعه انجاز من كثر معاناه المواطنين، لان هنا جاي يصير التحام طريق الجامعه وجاي يطق بها سيارات يطلع لنا 8 عمال على مود شكلنا به. يا صندوق اعمال ذكار هذا مو شغل، هذا ضحك على العقول، احنا طالبكم بسرعه انجاز مو تطلع لنا 8 عمال يسكتنا به. احب اقول لك احنا ما نسكت، ترى احنا ترى كافي جزء، احنا ملينا وصبرنا خلاص، صبرنا خلاص، سووا لنا حل للمشاريع المتلكه، جيبوا لنا شركات زينه، احنا خليت الارض من الشركات، الاف الشركات، جيبوا لنا شركات اجنبيه عماري. هسه احنا كان جسر فايدني، جسر الزيتون القديم، هسه انتم عود انتم تدون الحين ما سخمتوها ما لطمتوها، يعني دائما انتم تزيدون الطين بلي، ايش يجي يعني؟ شنو ذنب المواطن جاي يتحمل عبء وتعب من سبب ادارتكم، فشل ادارتكم. قبل استكمال ملف الخدمات في العراق معنا اتصال ابو محمد من كركوك، ارحب بك معنا ابو محمد، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك. يا ريت ابو محمد ابو محمد يا ريت تنص التلفزيون للاخير حتى نفهمك. تفضل نص التلفزيون للأخير فدوة. نجلس. نعم. أستاذ أني
من قومية كردية. أدي الشكوى للتربية مال كركوك. عندي طلاب ضاربوا معلمة. تسمعني؟ أسمعك أسمعك. إيه معلمة ضاربة، اشتكيت يم الإشراف مال كركوك ويم السيد المدير تربية، أحد ما يحاسبهم. أنا وين أروح؟ يعني أبو محمد، أبو محمد أبو محمد، أنت عندك واحد من أولادك طالب ضاربته المدرسة مو؟ معلمة ثالث ابتدائي يا صف ضاربه معلم، اشتكيت يم الإشراف ورحت على التربية ثلاث شهور. أنا أروح أشتكي وأروح وأرجع، أحد ما يحاسبهم. أنا ورحت يعني ياخذون الفلوس قبول الطلاب بالفلوس بالرشوة، ياخذون من كل مجلس آباء ياخذون الفلوس من آباء الطلاب. نعم. يعني أبو محمد، الطلاب أبو محمد أبو محمد القاع يقعد يعني أحد ما يحاسبه. وين نروح؟ أبو محمد أبو محمد اسمعني، ابنك الله يخليه، ابنك الله يخليه بياصف صف ثالث ابتدائي. ثالث ابتدائي تمام. يعني ايه؟ المعلمة تضربه ضرب قوي لو شلون؟ اي والله ضربه قوي. رحت يم مدير ماله قلت يا ابا ليش ضربه؟ نعم. ابني هاي قبل ثلاث شهور شو يقول؟ قال عنده شيء علم الضاربه. قلت خلينا نروح يم معلمة ليش ضربه؟ رحنا يوم المعلمة يقول لي روح اشتكي. وين ما تشتكي؟ أنا عمي مدير تربية. تمام، ليش ما رحت اشتكيت بمركز الشرطة مال كركوك؟ والله اشتكيت من التربية، أحد ما يجاوبني. لا أحد لا ما يسأل. مركز الشرطة يأخذون الرشاوة، الرشاوة يأخذون الرشاوة من الآباء الطلاب. يعني من مثل شو اسمه شلون يضربون، يخلون وقت الشتاء يخلون الطلاب على القاع يقعد. نعم. يعني كل ابنك مدرسة خاصة لو شنو؟ لو مدرسة حكومية؟ أما مدرسة حكومية. نعم أبو محمد، الإجراء الصحيح، الإجراء الصحيح إذا ما لقيت شيء من التربية تذهب إلى مركز الشرطة وتقدم شكوى، تأخذ ابنك وياك وتروح. هاي هي يقول ثلاث شهور انت ما اشتكت، وعدت نفسه ما الشكوى ما قبل ثلاث شهور. وبعد هاي يعني بعد ابو محمد يعني بعد هاي الحادثه ما بعد هاي الحادثه ابو محمد يحاسبهم ليش؟ احد ماكو حكومه. نعم المفروض يعني زين. ابو محمد المعلمه رجعت مره ثانيه ضربت ابنك؟ انا اشتكي منها راتبها 4 دروس. دائما تضربه لو بس مره واحده ضربتها. ضربتها جاي نفر من الاشراف قلت قال اعطوا شتنا معلمة، احنا اكبر اجراءات بس نقل المعلمة. قلت على خاطر الله وعلى خاطركم اني اتنازل من الشكوى، بس اعرف راس السنه يرسبون ابني. قال لا ما ابغى هاي السوالف. تمام. هسه 4 دروس انا قارئ القران من الدرس الاسلاميه كل 4 دروس ثلاثه 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 كلها. يعني وين نشتكي وين نروح؟ نعم. يعني لا أبو محمد، أبو محمد أبو محمد، إذا المعلمة أو المعلم أو المدرس ضرب الطالب ضرب قوي ومؤذي، لا لك حق تروح تشتكي، لك الحق أن تذهب للشكوى عند الشرطة. وأنا أشكرك أبو محمد من كركوك كان معنا. دعونا نذهب إلى أو نعود إلى ملفنا، ملف الخدمات، ونعود إلى محافظة النجف وبعض المقاطع المتداولة من هناك، وحديث لمواطن من سوء التخطيط عند تنفيذ المشاريع الخدمية في النجف. يقول تم صرف مبالغ طائلة دون دراسة وتخطيط ليتم بعدها هدم المشروع بسبب وجود نقص أو خلل فني خلال الإنشاء، الأمر الذي يعكس حالة من الفوضى والهدر الكبير للوقت والمال بحسب حديثه. فلنتابع. هاي الحديقة اللي انشئوها قبل كم يوم بالكوفة خلف مسلم العاقع، ليش دائما نقول التخطيط التخطيط التخطيط؟ شوف يلا هسه مو شقة هدومك، جاي سوكم وتذكرتوا
إنارة مال نخيل. يلا تفضل. هسه شلعوا المقرنص، راح يضيفون كهرباء. هذا المقرنص كله دا يشتغل، هذا عامل دا يشتغل خطير. استوكم تذكرتوا هاي النخيل يراد لها إنارة؟ تخطيط وين؟ وين دراسة الموضوع؟ نبقى في محافظة النجف، وحديث لناشط عن الفساد في مشروع المكتبة العامة في قضاء المشخاب، حيث لم يتم تسليمها بعد أن كلفت المكتبة ميزانية المحافظة مبالغ طائلة لكن دون أي رقابة أو محاسبة بحسب الناشط. فلنتابع. طبعا أنا حاليا مكتبة المشخاب العامة اللي كلفة 700 مليون أو أقل، سبق وان اعترضنا قلنا الحد مالتهم مو صحيح وراح تخلع المكتبه والديتش، البناء راح يديتش ويتفطر. قالوا لا انت مدفوع من جهات خارجيه لضرب المذهب وضرب الاعمار بداخل المدينه. انا هسه بداخل المكتبه خلي يتباوع الراي العام. هذا الحائط الرئيسي مالت المكتبه، هذا الحائط الرئيسي من الطول للطول، هذا خلع بعد 10 ايام وتستلمها الجهات المستفيدة من بناء المكتبة. راويكم الحائط بعد. جوز آني دافعتني الأمارات أخلع الحائط. هذا الحائط أقبالكم. هذا بعد ما مسلم المكتبة. هذا السياج الخارجي مات المكتبة. شلون البناء اللي بالداخل؟ آني ما أعرف، راح أتركه للأخوة المختصين. هذا أقبالكم. ليش؟ والمصلحة منو لازم أنا أسكت؟ عارف. سبق وأن قلت يا ناس يا عالم الحائط خلع. قالوا لا هذا وين أقبالك أخوتنا المهندسين، هذا أقبالكم خالع هذا الحائط. هذا قلنا لهم عمي يا أهل الغيرة، هذا التلزيق ما تجفيت الأساس. قلنا لكم عمي ماكو، والله العظيم ماكو، أقسم بالله ماكو. قالوا لا، وهاي شاهد هاي الرولة موجودة. طبعا الرولة تدل على الإعمار الموجود بالمشهد. عمي يهدي المروة هذا ما مزفت. قالوا لا هذا مزفت، وانت تقود مؤامرة لضرب انجازات الوحدة الادارية في المشخاب، وانت ضد العلم. عم المكتبة ب700 مليون نبني بيها 3 مدارس، هذا بعتهم ما مكملي. بويا يا اهل المروة التسفيت لازم شغل مضبوط لان هذا اساس. قالوا لا زفتوا الجماعة، احنا جينا دققنا وراهم، هذا مكملينه هسه التسفيت. خلينا نشوف الجو. هذا السياج غاتي. ليش هيك؟ ليش يسوون هيك بمدينتكم؟ دعونا نقرأ بعض التعليقات حول ملف الخدمات في العراق والمشاريع. يقول مرتضى أحمد: المسؤول الوحيد هو المحافظ لأنه تارك المخالفين بدون حساب. حيدر الحسين يقول: أغلب المقاولين هيك شغلهم لأن ما يراقبون شغلهم ولا أكو واحد يحاسبهم. عماد جاسم يقول: طبعا المتابعة الحقيقية لازم تكون لنوع الخرسانة المستخدمة ونوع الحديد المستخدم، لأن 99% من المقاولين يراوسون بها، أما هذه الأمور هامشية عندهم. أبو محمد يقول: جميع مشاريع النجف بحسب أبو محمد عبارة عن مصالح شخصية تحت غطاء الإعمار، وفي الحقيقة كذب وضحك على الذقون، والفائدة للمسؤول وليس للشعب. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أرحب بك معنا أخي عبد الرزاق. إلى متى تبقى تنفيذ المشاريع أو أغلب المشاريع في العراق والخدمات يعني بهذه الصورة؟ مرحبا بك. حياك الله دكتور عمر. يا هلا بك، حياك الله دكتور عمر. بالنسبة للمشاريع، إذا غاب الضمير الإنساني بالدرجة الأساس يغيب الإنتاج، يغيب الجودة بالعمل. للأسف إحنا بدنا نقول من أمن العقاب ساء الأدب.
يا اخي الظاهر يعني اغلب المقاولين اذا مو خوف وادع ما يشتغل ضمير الانسان. وهذا هذا المعمول به في كل دول العالم ابو اخي عبد الرزاق، يعني يجب ان تكون هناك رقابه. نعم انا ما اقول كل اكو ناس يعني خيره وهذه، لكنه الاغلبيه دكتور عمر اتضح بانه ناس الفساد مستشرعتهم ويعني ما يحبون يقدمون اي خدمه، لانه هذا من اجى مدفوع من قبل الاحزاب. فالاحزاب يعني شو تتصور؟ تبني بلد، تبني مجتمع، لا تبني بلد ولا تبني مجتمع. اهم شيء هم يحاولون يعيثون بالبلد الفساد، اهم شيء مصالحنا دكتور عمر. مصالحنا الشخصيه. نعم. نعم يعني صار هسه اكثر من 20 سنه شنو اللي سووه؟ دكتور عمر راح اضرب لك مثال. شوف هذه افغانستان. افغانستان هسه نقول ناس جبليين، ناس ثوريين، يعني ما عندهم خبره بالمشروع السياسي بالنظام الدوله. لكنه يا اخي شوف خلال كم يعني صار كم سنه هم اقل يعني فتره كلش قليله، لكنه قدروا يعني يسوون يمدون انهار، يمدون طرق، يسيطرون على الوضع الاجتماعي، الوضع المادي ببلدهم، وهم ناس جهلين، ناس يعني شو مثل ما تقول محاربين. نعم. ليش شنو الفرق بين دول القاده السياسيين الله يكرم وبين دولاك؟ يا اخي دولاك عندهم اخلاص لبلدهم، اخلاص لوطنهم، دولة ما عندهم اخلاص، يا اخي دولة متجنسين. دول عملاء ومصدقة وخونة يعملون للجهات اللي اجوا من عتها، يعني انت ايش تتوقع؟ اللي هو من جنس بريطاني يعني من كل عقلك يا دكتور عمر يجي يقدم خدمة للعراق، الشعب العراق، اللي من جنس ايراني يقدم خدمة. يا اخي احنا لازم يعني نعرف هذه الاحزاب السياسية اللي موجودة هنا هي ما تريد تقدم اي خدمة لهذا البلد، ليش؟ لأن هم مو عراقيين، هم يعرفون كل الزين، ربما يعني ولدوا بهذا البلد لكنه ولاءهم يعني العمل مالتهم المشاريع اللي الحصه الاكبر هي للدوله اللي يجوا منها. يا اخي احنا عندنا امثله يا دكتور عمر على الخونه والمرتزقه، يعني ما اريد انا اتوسع بالموضوع وهذه، لكنه انا اجيبها على السياسيين، ولا عندنا غير السياسيين يا دكتور عمر، اموالهم تروح لندن، تروح وهنا مقدسين على اي حال. يعني يا اخي ما عندنا الناس المخلصه لهذا البلد. انا ضربتك مثل بين افغانستان، دولك هم الافغانيين هم ناس راديكالي، ودول هم نفس الحاله، هم اجوا بالدين واجوا بالمظلوميه، لكنهم يا اخي ما عندهم ولاء لهذا الوطن ابد. فلن نتوقع من اكل يا دكتور عمر اي مشاريع تخدم هذا البلد وتخدم هذا المواطن. انت تشوف هسه هذا لهيب هذا الصيف اللي الكهرباء شلون جاي يتعاملون ويا المواطن العراقي، جاي يأذوه، جاي يضروه، فما منهم هذا. اهم شيء يا اخي هم وجودهم وتسيطرهم على الحكم باي طريقه كانت، يعني ما يهمهم هذا الانسان يريد مستشفى، يريد مدرسه، يريد يعني كهرباء، هذا مو بالهم ولا حسابات. يا اخي هم كل اللي يهمهم هم مصالحهم الشخصيه ضيعوا. أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا، ملفات عديدة سوف نناقشها معكم أعزائي المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟
ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ونذهب إلى ملف الجفاف في المحافظات العراقية وهجرة الفلاحين من مناطقهم الزراعية، حيث انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي لناشط من النجف يتحدث عن دفن أحد الأنهر هناك والذي يغذي آلاف العوائل والدوانم الزراعية. وتساءل هذا الناشط عن دور القائم مقام الرقابي وعن دور وزارة الموارد المائية ومن الذي سمح للمقاول بطمر هذا النهر. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. هذا نهر الدبينية، آلاف العوائل، آلاف الأراضي الزراعية، آلاف الحيوانات تشرب من عنده وناس تسقي من عنده، وبعض المشاريع ما سحب الماء الإسالة هم تابعة لهذا النهر. سؤال، انطيت موافقة لهذا المقاول من سد الطريق؟ هذا شط الدبينية، هذا قبالكم، صورة منا وصورة منا، انطيتوا موافقة؟ انت يا محافظ النجف تدري بالمقاول سد النهر؟ زين مواكه حملة يسمونها كر الأنهور؟ إذا المقاول مصرف من وحده من يحاسبه؟ المقاول أعلى من المحافظ والقائم مقام وأعلى من الأعمار وأعلى من الموارد المائية؟ فهمونا، على مود إذا أعلى من عندهم وإحنا الأهالي نصده، إحنا ما نخاف من أي واحد. هذا نهر الدبينية الموارد المائية وزارة الموارد المائية عتها أوامر بالكري، يعني الموارد المائية تكري مناك والمقاول يسد منها. إذا عنده موافقة المقاول خلي يطلع لناها. المقاول يقول أنا حط لكم بوري، هذا البوري، هذا البوري شلون يطب الماي؟ عمي القائم مقام تدري شو يصير بمدينتك؟ المحافظ مطي موافقة. ناشط آخر من النجف صرخ بوجه الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة الإطار التنسيقي حول موضوع جفاف الأنهر وهجرة الفلاحين نتيجة جفاف أراضيهم والإهمال الحكومي لمعاناتهم كما قال، فنتابع. هذا نتاج حكم الأحزاب للعراق، 20 سنة تحكمون والآن مسيطر حكومة الإطار الصلوات على محمد، حكمونه يطلع أحد المعممين يقولون هذا ببركات الزهراء ودعاء رب العالمين والبركات استلموا الحكومة الإطار. هذا بركات دعاكم يا حكومة الإطار والأحزاب، هذا محاصصة الحزبية والسرقة وتهريب الأموال، وهاي لي وهاي لك. هذا هارب النجم 50,000 دونم ظلاظ الجاموس، لا هوش لا غنم لا أسماك، الناس هاجرت، آلاف المواطنين بادئت الهجرة لأنه ماكو من شرب، ماكو شلب ولا حنطة ولا زراعة،
معظم الأراضي في الوسط والجنوب في الجفاف، الناس هاجرت، الناس ماتت. هذا النظام الفاسد، هذا النظام الأحزاب اللي حكمونا وراء نظام صدام الدكتاتور. شوفوا يصيحون والله المبرر مالتهم ماكو جفاف في كل العالم بسبب سلطات هذه الأحزاب اللي هربت الأموال ودمرت الشعب العراقي. هاي أراضي النجف، هاي الأهوار، شوفوا بشرفكم هذا هور، هذا مال آلاف السنين، ناس عايشة كانت من خيره، هنا زوارق وبيوت عامة وجاموس وخير وحلال واسماك. آلاف العوائل هاجرت، آلاف العوائل ماتت. يا عالم يا ناس، يا رئيس الوزراء قال الدولار والكهرباء والمواد الغذائية والغيرة، والشعب قاعد يموت، مستشفيات متهالكة، مدارس ماكو، الدولار منا كهرباء، صلنا أيام من الشمال والجنوب ماكو، واللي يحجد نعلون والدي. طلعت الشباب بالتظاهرات وتشرين، قمعتوها وكتلتوها وموتوها، هذا نظامكم الدكتاتور. حول ملف الجفاف وارتفاع هجرة المزارعين والفلاحين من الأراضي الزراعية، علق عراقيون كثر ومنهم هادي الفتلة ويقول: هم نهر شحات نفس الوضع سدوه. أما الشاعر علي يقول: إلى متى يا عراق، لقد قضى جيلا بهذه الفوضى. محمد علي يقول: الحزب الحاكم في العراق يعتقد بأن العراق ملكا له ويساعد دول الجوار على تدمير العراق في سبيل البقاء في السلطة. عقيل عبد الله الفتلاوي يقول: حكومة عميلة منصبة بأمر محتل، ماذا تتوقعون؟ يقول معنا اتصال أبو عمر من الناصرية. أرحب بك معنا أبو عمر. أبو عمر، يعني ملف الجفاف الذي يضرب المحافظات العراقية وخاصة الجنوبية منها، وجفاف الأهوار وما شاهدناه على لسان الناشط أبو زين العابدين من النجف، حالة محزنة جدا لما يحدث في الأراضي الزراعية في العراق، ما رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. يا كبار، يا أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا بك، يا أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة لناس، ناس هجروها من أراضيها، طبعا لا ما جفاف، أدم ناس أصحاب حلال، ناس مزارعين ماكو يعني. يعني شو تسوي يعني، جاي يشوف انت بعينه، يعني الشعب جاي يشوفه بعينه، جابوا الجفاف، حطموا البلاد يعني، والشعب ساكت مع الاسف. الله شاهد والله. يعني اما انتم بعد ساكتين، يعني ساكتين عبدين، يعني هذا ذل. يعني انت جاي تلطم وجاي تمشي، شنو تمشي شنو تلطم؟ عمي هذا بلاد، هذا وطنك. وطنك هذا، لا ما تدافع عن وطنك، لا ما عندك لا ضم ولا ضمير. يقول استاذ عمر بالحكي، ما عندك لا ضم ولا ضمير، ما يدافع عن وطنه ما عنده ضرس ضمير، ما عنده. يلا وذول شله تعبانه، خلي يسمعوني، لا حد يقول انا ادافع واسوي كهرباء واسوي والله المياه، والله اسوي بنيه تحتيه. عمي عيب عليكم، استحوا، انتم ما عندكم ضمير اصلا. مو الشغله كلها مو بيديكم، الشغله كلها بيد ايران واسرائيل وامريكا. عيب عليكم، استحوا، اطلعوا قولوا للشعب عمي احنا ما نقدر، احنا ناس ذيوله، ناس مرتزقه. يلا لا، احنا جاي ندمر البلاد وندمر شعبه. يقول الاستاذ عمر حكي هذا، يلا لا يطلع اللي يفشل يكون على قدر المسؤوليه وخلاص يعني. نعم، لا مو انا، مو انا، مو انا باعتراف ابو عمر، باعتراف السياسيين قالوا لقد فشلنا. يعني اكثر من واحد منهم، رئيس الوزراء الاسبق نور المالكي. نعم طبعا
طبعا هم كذي هم كذي يعني يا مشروع واحد يكلم الثاني هم جاي يسمعون واحد يكلم الثاني ليش تتعب نفسنا يا شعب العراقي ليش تتعب نفسنا زين لولا شنك تعبانه اذا كنت فاسده ذولا هم يا مالكيه يا قيس الخد علي جاوا من عندهم هم يكذبون ناس كذاب ناس اللي فاسدين خلي يسمعوني هم خلي يسمعوني وخلي يسمع الشعب العراقي والله لا ما تقوم عيب عليك هذا وطن والوطن حتى الله الله يعني الله امك بالوطن تقول الشاب طبعا حب الاوطان من الايمان نعم يعني حتى الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له امصي امصي بالوطن زين ولا هذا وطنك الا ما تطلع يعني جاي تطلعون يعني اقول انت تطلعون يعني جاي تطلعون بقيمه بالقامات جاي تمشون يعني قلوا لي اعطوا لي حقكم شنو حقكم أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية كان معنا اتصال آخر سلام من محافظة ديالى تفضل سلام أستاذ عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك شلونك عينك يا أهلا بك يا أهلا بك أهلا وسهلا الله يسلمك أستاذ عمر رحمة وديك على من شغلة هاي الدوب شو حاروا بيها هسه الدوب والفلوس تروح ما يقولون عليها نعم اي بس الدب هذا حاروا بيها يا قال الدب يا رد الدب تقصد الدب اللي كان على متن الخطوط الجوية العراقية الرحلة اللي قادمة من دبي الى بغداد حاروي. نعم اي والله حاروا هذا الدب حاروا الفلوس راحت ما حد حار بيها الناس جاي تروح ما حد يحير بيها شهداء الجرحى ما حد يحير بيها بالدب حاروا شنو السالفة والله ما ادري شر البلية ما يضحك إيه نعم زين أرد أسألك أخويا السلام السلام إذا اتصلنا تلفزيون شوية سلام ها سلام راح أنا أشكرك سلام كان معنا من محافظة ديالى نذهب إلى الملف الرابع ومع مقطع متداول لناشط من محافظة البصرة انتقد قيام وزير الداخلية بتوقيع اتفاقية مع لبنان لتزويد لبنان بالوقود والنفط الخام وبشكل مجاني في الوقت الذي يعاني فيه البلد من شح الوقود وتفشي البطالة والفقر دون اكتراث من قبل الحكومة كما قال هذا الناشط فلنتابع أنا لا منتهي بالقيمة ولا منتهي بالزنجيل مثل ما حكومتك السابقة تحدثت وقالت خلينا الشعب يطلب وياكل قيمة ويجور وإحنا شفطنا لا أبو حسن قاعد ركبة ونص بالتالي جيت من المدينة يم الشعلات السيد معالي وزير النفط قبل قليل وقعت اتفاقية الإخواننا اللبنانيين راح تعطيهم نفط خام مجانا وزيت وحسب الاتفاقية زين عمي أنت من راح تعطيهم من البصرة إحنا شنو ذنبنا يا ترى النفط ورثته من الحجي من الحجية يخلونا نفتهم يابا السادة النواب المتمثلين عن البصرة اللي أنا ما شايفهم وما أعرفهم إيش قدموا 22 أو 23 نائب لا عندكم مكتب لا عندكم صوت لا عندكم تمثيل وين تردون توصلون وحلالكم وسرطانكم ومرضكم جاي يروح زيت عم انت ليش علنت وقهرتني وجبتني من ناك اللي هناك دولة الرئيس هاي الحكومة الخدمية اللي وعدتنا بيها انا علي السرطان وعلي الفشل الكلوي والامراض والتلوث اللي احنا استطلنا بنيتونا دواء بنيتونا مستشفى الله اكبر على رؤوسكم ولكم بالحباس ماك دواء ولكم النهابنا بالبصرة والجنوب عامة البصرة والعمارة والناصرية انغزت الله أكبر. نقرأ بعض تعليقات الجمهور العراقي مع رسالة هذا الناشط مصطفى يقول هذا اتفاق حكومة الإطار خالد نعمان الصباغ يقول وزير النفط أنت توزع بكيفك وأهل البصرة أكثرهم فقراء أما أحمد البصراوي فيقول كلها تاكل براس البصرة والشباب عطالة بطالة لا شغل ولا عمل والدولار ب 155 ألف الشعب إيش وقت يحكي يتساءل أما صباح فيقول أغلب الحكومات العراقية تعمل
لدول الجوار والدول الأخرى. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. ساد جدل واسع بعد انتشار وثيقة اتفاق بين وزير النقل في العراق رزاق الحابس ونظيره الإيراني بخصوص تسليم العراق أراضي بطول 16 كيلومترا إلى إيران من أجل تنفيذ مشروع الربط السككي بين خط شلامجة البصرة. وفي محاولة لتخفيف الضغط حول الانتقاد على هذا الاتفاق، قالت وزارة النقل بأن الاتفاق ينص على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالعارضات من أجل إنجاز المشروع، ويأتي هذا في وقت أكد فيه نواب بأن الاتفاق يمنح إيران أراضي لإيران بذريعة تهيئة المنطقة وإزالة الألغام، كما يمنح إيران استملاك الجسر الذي ستشيده فوق شط البصرة. طبعا تفاعل مغردون على تويتر حول هذا الموضوع. قبل أن نتابع بعض التغريدات، دعونا نقرأ هذا الكتاب الذي جاء الاتفاق المبدئي، وهو محضر اجتماع التعاون المشترك بين وزارتي جمهورية العراق والنقل في إيران، والذي جاء فيه بأن تقرر بأن يقوم الجانب العراقي بتسليم الأراضي التي طولها نحو 16 كيلومتر إلى الجانب الإيراني خلال الفترة أقصاها 25 من أبريل عام 2023، يعني أبريل الماضي. هذا سرب هذا الكتاب حاليا، والكتاب هو يوم 5/4 عام 2023 في الشهر الرابع الماضي. هذا النص محضر الاجتماع الذي سرب اليوم على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نقرأ بعض تغريدات العراقيين على تويتر. دكتور علي الجابر يقول: نسخة من الاتفاقية المذلة التي وقعها وزير النقل العراقي مع الجانب الإيراني حول الربط السككي ومنح إيران صلاحية بناء جسر على شط العرب، وهو ما يعني بأن قطاراتنا وشاحناتنا ستدفع رسوما لإيران داخل الأراضي العراقية. ماذا أبقيتم من أرض أو كرامة أو سيادة لم تفرطوا بها أيها العملاء الأذلاء؟ بحسب علي الجابري. هدير تقول: هناك طرف آخر دخل لإجهاض بناء ميناء الفاو وهو إيران، ولهذا وقعت على الربط السككي مع العراق عبر شط العرب. الغرض هو تحويل بضائع الصين إلى ميناء خميني ثم ربطه بأوروبا عبر الخط السككي مع العراق. مريم هي الأخرى غررت وقالت: وزير النقل يوقع اتفاق مع الجانب الإيراني بمنح 16 كيلومتر من الأراضي العراقية عبر جسر شط العرب إلى إيران بحجة إنشاء الربط السككي. تقول زين: ليش مو إيران تنطينا 16 كيلو متر؟ طيب خلوها 8 علينا و8 على إيران، هادي نفتح بينا سوق بالا، كل يوم بايع جزء من خور عبد الله وانت صاعد تقول طرقاعتنا كبيرة. ميثم العراقي يقول: أنا أعتقد بأن منفذ الشيب الواقع في العمارة تراجع 10 كيلومتر داخل الأراضي العراقية منذ تأسيسه وليس اليوم، والحكومة على علم. يعني مسلسل التنازل عن أراضي عراقية بدأ منذ أعوام، والحلقة الجديدة باسم الربط السككي الذي سيكون أكبر إجرام بحق العراقي وشعبه، والتاريخ سيكشف كل شيء. نذهب إلى أنت ترى، حيث وردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين الفضائية للمشاهدين الأعزاء، وصلنا مقطع مصور لأهالي منطقة أبو تشير في العاصمة بغداد، وهم يشكون استيلاء معسكر صقر للشرطة الاتحادية والحشد على أراضيهم، وقالوا بأنه على الرغم من حصول الأهالي على قرار إخلاء وأرجاع الأراضي لهم، إلا أن هذا القرار لم ينفذ لغاية الآن بحسب ما وردنا على البريد الوارد من قبل المتضررين. دعونا نتابع هذا المقطع. أطالب رئيس الوزراء المحترم بإخلاء أراضينا من معسكر الصقر. نحن شنو ذنبنا هيك متجازين على أراضينا وإحنا صاحبين عوائل وقاعدين بالإيجار؟ الله يقبل لكم، ظل بيد المكاتب والجلالين، وظل بيد المتجاوزين على أراضينا. أراضينا قابو صرف، يعني شلون نطلع من العراق نعود جلاسينا وياكم عندكم؟ أراضينا لكم اللي شلنا بتعبنا ودمنا. الله يقبل لكم،
حجية صادرة قرارات، صادرة قرارات بالإخلاء لحد الآن ما تنفذت. انطيت وعد رئيس الوزراء تخلون المكان وماكو. ايش قد صار لك مشترية؟ ايش قد صار لك؟ 20 سنة مشيت وقعت في الإنجار. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتجاوز على أرضنا وعلى كل من يجي يكلف هاي من كل السيد رئيس الوزراء صار عنده علم والسيد وزير الداخلية صار عنده علم. يطلب بالإخلاء وماكو ما ينفذون. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.